مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. مع افتتاح الأسبوع تستمر أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي في الارتداد وترتفع الأسهم مقابل الدولار الأمريكي. شكل زوج اليورو والدولار الأمريكي مستوى دعم إضافي عند 1.1139، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من تجاوز المقاومة فوق عند مستوى 1.1209. يستمر زوج الدولار الأمريكي والين الياباني في التوطيد عند حوالي 111.30، ولا يزال مستوى التقلب منخفض جدا ولا يوجد اتجاه واضح على الإطلاق. كان زوج الجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي صاعدا بشكل كبير ولقد كسر خط الاتجاه الهابط، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الارتفاع فوق مستوى المقاومة عند 1.2756. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.